جلسة ثانية لمحاكمة سفاح التجمع، اتهامات بقتل ثلاث سيدات، 1100 ملف لمقاطع مختلفة للضحايا، ومفاجآت تخللتها الجلسة السرية. فماذا حدث؟ بدأت الجلسة السرية لفض الأحراز ومشاهدة محتوى الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهم كريم مسلم، وبعد ساعة انفض جميع أفراد الدفاع عن المتهم واحداً تلو الآخر وأعلنوا التنحي عن الدفاع عنه. لن نستطيع التكملة مع هذا المتهم، عبارة قالها المحامون في أثناء خروجهم من القاعة يتصببون عرقاً من هول ما شاهدوه. المحامون شاهدوا أكثر من 1100 ملف لمقاطع مختلفة للضحايا، بما في ذلك فيديوهات جديدة لضحايا لم يتم ذكرهم من قبل، من بينها مقطع يوثق لحظة وفاة إحدى الضحايا، حيث قام كريم بركلها بقدمه وربطها بالحمام وصورها وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة.